مشاهدينا الكرام، متواجدون هنا من امام ملعب ميلود هدفي وبالضبط من امام مدخل الانصار، جمعيه شلف التي عادت الى وران بعد 31 سنه عن اخر نهائي هنا بالباهيه والذي انهزم فيه امام فريق شبيبه القبائل. كما تشاهدون تعاملية دخول انصار جمعيه شلف متواصله بشكل مكام وشكل منظم وبدون اكتظاظ، على امل مشاهده فريقهم يتوج بثاني كاس جمهوريه في تاريخهم. وما هناك سنة 1992 التي كانت هنا بولاية وهران الباهية وبالضبط بملعب أحمد زابانو. بدون الإطالة عليكم نرصد لكم تصريحات أنصار جمعية شلف الذين توفدوا على ولاية وهران منذ الساعات الأولى لصبيحة اليوم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقوة هنا لمدينة وهران، كيف راكم تشوفوا هذا النهائي أمام شباب الوزداد؟ جينا بقوة هنايا، وبالنسبة لي كمناصر إن شاء الله نربحوهم بزوج. حاجة واحدة أخرى، التنظيم هنايا راه سيء، التنظيم ما كانش كاع، وإن شاء الله نربحوهم بزوج والحاجة معانا مادام الحاجة باركة معانا. سلام، ودينا خوا خوا، تدي شلف ولا سيربي، حنا كاع خوا خوا، حنا أنا شقيت أنا درت لوطو ستوب جاي من الجزائر لهنا لوهران، بربي إن شاء الله ندوها حنا ولا نورما ولا حب ربي، جينا بعيد من الجزائر أنا جاي عبي جاي بلوطو ستوب. مدوها ان شاء الله ولا حب ربي. وهذا ما كان. السلام عليكم. السلام عليكم خويا، ونقول لك حاجه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله يا ربي، وحنا ديبلاسينا من بعيد وان شاء الله يا ربي مربوحه مربوحه. وفي خاطر وفي خاطر جدي اللي كان مناصر بزاف وافي وافي لجمعيه تشلف. وآلي لي روجالي وان شاء الله مربوحه وفيفا لايسو. السلام عليكم، كما راكم تشوفوا رانا نشوفوا الفرجه الشعب الله يبارك، وان شاء الله ندوها. ما يفرحونا كيما جاو كاع شقاو على جالها، وخاوه خاوه وان شاء الله الله يصوب مربوحه بدؤة. شوفوا مناصر اخر تفضل. مربوحه ان شاء الله بربي، وان شاء الله ندوه كوب دالجيري الزوجه ان شاء الله بربي، وخاوه خاوه سير بشلفه وخاوه خاوه، وتنظيم راسي شويه ونقولوا الحمد لله. السلام عليكم خالتي، ان شاء الله مربوحه لجمعيه شلف ندور كاس الزوجه ان شاء الله بربي، وديديكاس كاع شلفه وخاوتنا وتحيه حنايا. الله يرحم الشيخ عز الدين في ذكرك ان شاء الله. شوف انا نعطي ميساج اللي جوار، راكم تشوفوا في ذا الشعب هذا، ان شاء الله ما يروحش كيما يقول لك زعفان. انا باغي نروحوا فرحانين، هيا صحيتوا. والله لا تعبنا، تعبنا قوي، ديبلاسمون صعيب، ومن بعد كي تلحق هنا فان تنظيم كارثي، الله يجيب الخير ان شاء الله، الله يجعلنا نربحوا دو ازيرو. السلام عليكم، ان شاء الله نكونوا خوا خوا وتكون الريحه الرياضيه هي الاولى، ولا ربحوا سيربي بصحتهم ولا ربحوا تشلف بصحتهم. السلام عليكم. ان شاء الله ان شاء الله ندو لا كوب 2-0 2-0. فيفا سياسو فيفا سياسو. السلام عليكم، ان شاء الله نربحوا هنا ماذا نعم. ياسين نعود اليك لاحقا طبعا للحديث حول هذه المجريات، ارجو ان تبقى مع ياسين بعد قليل طبعا حتى نتحدث حول هذه المواجهه بكل تفاصيلها، لان المديريه العامه للامن الوطني ايضا خلال لقائها مع وسائل الاعلام تحدثت عن تخصيص مخطط خاص بمناسبه مباراه النهائي التي